حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نتوقف في حلقتنا اليوم عند واحدة من أهم الهوايات التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي، وهي هواية جمع الطوابع البريدية، وذلك عبر مقابلة مع أحد الخريجين المميزين الخبير المهندس ميشيل قاصبلي. وفي فقرتنا الفنية نتعرف إلى المغني الروسي جينيا بيلا أوسوف، مخصصين أغنية الحلقة له، لكن قبل ذلك نتحدث عن مهرجان موسكو السينمائي الدولي بدورته السادسة 36. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. اختتم مهرجان موسكو السينمائي أعماله في العاصمة الروسية الأسبوع الماضي، وقد تضمن المهرجان بنسخته 36 برنامجا تنافسيا بين 15 فيلما من روسيا وأوكرانيا وألمانيا واليابان واليونان وبولندا وبلدان أخرى. وقد انطلق يوم 19 من حزيران بالفيلم الروسي الأمريكي الوثائقي الجيش الأحمر، الذي يتحدث عن لاعبي نادي سيسكا السوفيتي للهوكي. ومن أبرز الأفلام التي عرضت فيلم نعم نعم من إخراج الروسية جاي كيرمانيكا، وقد توقع النقاد السينمائيون أن يثير هذا الفيلم ضجة كبيرة في الأوساط السينمائية الروسية والأجنبية، ويقول البعض إن الفيلم تم إخراجه بطريقة صادقة، بينما يشير البعض الآخر إلى كثرة العبارات البذيئة والمشروبات الروحية. ويروي الفيلم قصة حب بين فنان تشكيلي ومدرسة، حيث لعب الممثل ألكسندر غورتشيلين دور الفنان، أما دور المدرسة فقامت بأدائه الممثلة الشابة أغنيا كوزنيتسوفا. ويجمع النقاد على أن هذا الفيلم عبارة عن حفلة روك مثيرة يمكن أن يلفت أنظار عشاق السينما في روسيا وخارجها. كما شهد المهرجان عرض فيلم الطحلب الأبيض، وهو الفيلم الروسي الثاني في برنامج المهرجان، الفيلم درامي من إخراج فلاديمير تومايف. وقال المنتج ألكسندر ليتفينوف إن الفيلم أدرج ببرنامج المهرجان في آخر لحظة لأن المخرج واجه مشاكل في المونتاج. وتدور أحداث الفيلم في منطقة التاندرا، أي السهل الأجرد، وهي منطقة شمالية روسية شديدة البرودة يقطنها شعب نينسي. ويبين الفيلم موضوع العلاقات بين الآباء والأطفال على خلفية الظروف القاسية للحياة في المنطقة القطبية. كما تابع عشاق الفن السابع في المهرجان فيلم الرجل الأخطر، الذي يعتبر أحد أهم الأفلام المشاركة، وتدور أحداث الفيلم في مدينة هامبورغ الألمانية التي يصل إليها عيسى كاربوف وهو روسي، تجري في عروقه دماء شيشانية لاستلام ثروة خلفها له والده الضابط الراحل، ويبلغ قدرها 10 ملايين دولار. ويثير وصول عيسى إلى هامبورغ اهتمام الأمن الألماني، إذ أن الشاب الذي أدى دوره الممثل الروسي الشاب غريغوري دوبريغين محط أنظار الأمن في روسيا بسبب جرائم ارتكبها وأمضى سنوات عدة في السجن، ما عزز الشكوك حول ضلوعه في التخطيط لعمليات إرهابية في ألمانيا. بالإضافة إلى الألمان، يبدي الأمن الأمريكي اهتماماً بعيسى الذي يحاول جميع متعقبي أثره الوصول إلى شخصيات أكبر في الخلية التي يفترض هؤلاء أنه من أعضائها. ويشرف على عملية مراقبة الشاب الروسي مجموعة من رجال المخابرات تحت قيادة غونتر باخمان، وهو آخر دور لعبه الممثل الأمريكي فيليب سيمور هوفمان الذي فارق الحياة في شباط الماضي. والفيلم هو من إخراج الهولندي أنتون كورباين، الذي حقق شهرة واسعة بتصويره الكليبات الغنائية للعديد من الفرق الموسيقية. الرجل الأخطر مأخوذ عن رواية الأديب البريطاني جون لو كاري، الذي اشتهر بتأليف الروايات التي تسلط الضوء على عالم الجاسوسية والاستخبارات.
ذلك ويعتبر مهرجان موسكو السينمائي أحد أقدم المهرجانات في العالم، وقد جرى تنظيمه للمرة الأولى في العام 1935 برعاية المخرج سيرجي إيزنشتاين، ثم طالت فترة الانقطاع مدة 24 سنة حتى عام 1959 حين استأنف المهرجان أعماله وانتظم بشكل سنوي. وكانت جوائز المهرجان تمنح لعمالقة السينما في العالم، وكان المخرج الأمريكي تيم بيرتون قد حصل على جائزة فخرية لمساهمته البارزة في السينما العالمية. ويترأس المهرجان منذ العام 1999 المخرج والممثل نيكيتا ميخالكوف، بينما ترأس المخرج وكاتب السيناريو غليب بانفيلوف لجنة التحكيم للعام الحالي. Девчоночка, он хороший, он хороший. Ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда замоешь. Только с виду он мальчик паинька. Никакой он не хороший. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. تعتبر هواية جمع الطوابع البريدية من أهم الهوايات التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي، وحظيت الطوابع باهتمام رسمي خاص، حيث جسدت معالم الطبيعة الروسية وعدد كبير من المناسبات والشخصيات، بالإضافة إلى تخليد ذكريات وأماكن ومواقف. وكان المواطنون السوفيات يحرصون على جمع الطوابع والاحتفاظ بها ومبادلتها وإنشاء النوادي المتخصصة بها. في فقرتنا التالية مقابلة مع أحد خريجي الاتحاد السوفيتي المميزين الخبير المهندس ميشيل قصبلي، نترككم مع الزميلة كارولين بزي. سنتعرف في هذه الحلقة من حديث روسيا على تاريخ الطوابع ولا سيما الروسية منها مع المهندس الدكتور ميشيل قصبلي. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، بدنا نتعرف أول شيء، بدك تعطينا نظرة عامة عن الطوابع. متى بدأت الطوابع؟ هي الطوابع بلشت مع بريطانيا العظمى سنة 1840 يلي أصدرت أول طابعين، وأول طابع كان هو الطابع البلاك بيني، اسمه طابع القرش الأسود، وكان بلش ينحط مش على المغلفات لتسهيل عملية جبه رسوم البريد، فبلش يستعملوه ببريطانيا. ومشان هيك بريطانيا هي الدولة الوحيدة هلا المسمح لها تصدر طوابع بدون ما تحط اسمها، بس بيكفي انه تحط صورة الملكة على الطوابع، لانه هي البلد المؤسس، لانه هي البلد المؤسس لهالشغلة. وهون بدنا نميز الطوابع البريدية عن الطوابع الأمريكية اللي بتستعمل بالمعاملات الرسمية، يعني يلي بيقولوا لها الطوابع المالية. الطوابع البريدية اهميتها هي انه بتأرخ الفترات المتلاحقه بكل الازمنه والمواضيع معينه العديده اللي بتحدث بالبلد.
يعني بالزمانات مثلا كانت الطوابع تصدر بس على أساس أنه يستوفوا الرسوم هالبريد المعين. تطورت هالقصة هذه صارت بعدين لموضوع هواية، صارت الناس تجمع هالطوابع كهواية يعني لحفظ التاريخ. ومن هون كمان تطورت صناعة الطوابع، تطورت من صناعة طوابع عادية للكتاكس إلى صناعة فنية يلي بتشمل عدة مواضيع وعدة شغلات، وصارت عمليا هي عم بتأرخ الأزمنة تبع كل بلد بلده. حدثنا عن الطوابع الروسية، متى بدأت الطوابع الروسية؟ الطوابع الروسية بدأت بعد بريطانيا بشوي، يعني سنة 1857 بلشت تصدر طوابع. كمان نفس الشيء مثل بريطانيا، بلشت بطوابع ستاندرد يس صغير عادي عليها الرمز الروسي وما كان فيها مواضيع معينة. حتى الثورة البلشفية سنة 1917 يلي أخذت هالثورة هالطوابع بلشت تصدرها بتام معينة بمواضيع موضوع معين اللي هو موضوع العمال والفلاحين والكادحين بشكل عام. وفيما بعد لما وصلنا للاتحاد السوفيتي ونشأ الاتحاد السوفيتي، تكوين الاتحاد السوفيتي في بداية العشرينات، صارت هالطوابع تاخد موضوع، أخذت موضوع جديد وهو دول الاتحاد السوفيتي وانضمامها بلشت تنضم حديثا للاتحاد السوفيتي، وصارت تحكي عن شعوب هالدول يلي عم تنضم وعن ثقافتها وعن حياتها. وضلت هالفترة ديرجة لسنة لقبل الحرب العالمية الثانية. يعني الطوابع اختلفوا بعد، يعني خلال الثورة البلشفية وبعد الثورة اختلفت يعني نوعية الطوابع أو بلش ينتقلوا مع حفظ، دايما حفظ في عندك مواضيع كانت دائما ماشي مع هذه الشغلات. يعني مثلا ثورة أكتوبر كانت ماشي دائما بكل الطوابع بكل مراحلة بالاتحاد بروسيا، ثم بعد فيما بعد بالاتحاد السوفيتي كانت ماشي معهم لهول عيد العمال عيد ثورة أكتوبر. عطول كانت هذا موضوع عطول متجدد، كان كل سنة بسنة ينزلوا طوابع بهالمناسبات، يعني المناسبات بالمناسبات الرسمية هولي. هلا وصلنا للحرب العالمية الثانية، تحول موضوع الطوابع إلى موضوع كمان نهضة شعبية لمقاومة الاحتلال النازي ودحر الفاشيين ومن ثم النصر على الفاشية. وطوابع ما بعد الثورة تحدثت عن النهضة العمرانية اللي قامت ما بعد الحرب كمان، وعن أبطال الحرب وخلدتهم بطوابع. وصار عنا هون قام كبير من المواضيع يلي هي مواضيع أول شيء بطولات بالحرب الانتصارات، وكمان أخذت حيز الميداليات والأبطال يلي كانوا مميزين بالحرب. هذا صار موضوع كمان داخل ضمن إصدارات الطوابع السوفيتية بعد الحرب. وفيما بعد كمان انكتب عن النهضة العمرانية القوية اللي شهدتها الجمهوريات السوفيتية ما بعد الحرب، إعادة بناء المدن والقرى السوفيتية اللي تضررت من جراء الحرب، والنهضة العمرانية وسبر أغوار سيبيريا فيما بعد، إلى جانب مواضيع تانية كانت بلشت تاخد حيز بروسيا وهي مواضيع النشاطات الرياضية يلي عم بتفرجي التطور المجتمع السوفيتي بأيام الخمسينيات والأربعينيات والخمسينيات. يعني أنه متزامنة مع النهضة العمرانية كان في النهضة الرياضية مثلا، وصارت يعني تتوسع. يعني الطوابع ما اقتصرت بس على السياسة أو على المراحل التاريخية كتاريخ طبعاً سياسي. طبعا بداية كانت تاخد موضوع سياسي، إنما بعدين صارت شوي شوي تتوسع تاخد نحو العمران والرياضة تانية يعني. أخرى بعيدة كليا حتى عن السياسة، كانت تاخد مواضيع فنية، كان كتير يخلدوا كبار الفنانين كبار الموسيقيين كبار الممثلين. يعني توزعت
المواضيع على عدة جبهات، يعني صار في عندك حتى مواضيع اهتموا بالبيئة، بالفلورا أخذت صار عندهم كمان موضوع جديد هو الفلورا أو النباتات، وخصوصا النباتات يلي كانت مصدر جمال للطوابع، هيك كانت الإصدارات. صاروا بروسيا تأسس بالخمسينات بعتقد جمعية هواة الطابع، صاروا بالبريد الروسي صار عم بيهتم انه يصدر طوابع كمان تذكارية، مش بس مشان يحطوها كالتاكس على الرسائل بالبريد، انما كانت للهواة، اصدارات كانت خاصة للهواة، كانت تطلع للهواة، في كتير شغلات كانت يعني تصدر للهواة، يعني الهواة جمع الطوابع، هو جمع الطوابع بالاتحاد السوفيتي. طبعا في هواة جمعيات لهواة جمع الطوابع بكل بلدان العالم، عندنا نحن بلبنان شوي متخلفين بهالموضوع لانه عندنا ظروفنا الموضوعيه ما كانت تسمح، في عندنا كثير ناس بتجمع طوابع بتهتم بجمع طوابع، عندنا تجار بتناس بتيجوا بيتعاملوا مع برا، انما قصة جمعية هواة الطوابع عندنا شوي محصورة. في تجارة بالطوابع؟ طبعا في تجارة بالطوابع، لأنه الطوابع هي في إلى في طوابع قيمة جدا، يعني في طوابع توصل أسعارها للمليون دولار، في مجموعات توصل أسعارها كذا لعشرات الألاف الدولارات حسب ندرتها وحسب وجودها وحسب إصداراتها، وهون يعني مش بالضرورة تكون مثلا قديمة لتكون غالية، مع أنه هو القديم بشكل عام أغلى من الجديد، بس في طوابع كتير كمان إصدارات مش قديمة كتير إنما أسعار أغلى بكتير من عدة طوابع قديمة. ليش بتكون هون بيرجع للإصدارات، قديش إصدار كان في إصدار من هالطوابع وقديش بقي منها وشو اللي راح، يعني مشان هيك الطوابع بشكل عام في إلى نظرة واسعة، مشان هيك بتنعد من بأهميتها، هي من أجمل الهوايات لأنها بتعلم بتسقف الناس على حضارات، بتعلم الناس عن حضارات الغير، عن حضارات الدول التانية، واللي بيله طويل وبيجمع طوابع، كل طابع له قصته، كل طابع له تاريخ، كل طابع له مناسبته، من هون الطوابع جمالها بتاريخها، وهيدي شيء اللي بيميز الطوابع عن غير شيء. العملات كل بلد بيصدر بالسنة مثلا 10-15-20 نوع عملة ونقطع السطر خلصت، بس الطوابع هي بتعبر بتحكي عن التاريخ. طيب هواية جمع الطوابع امتين بدأت بروسيا؟ هو بروسيا وبالاتحاد السوفيتي بشكل عام، بس بلشت تكتر هالطوابع بالسوق وصار في لها تنوع، صارت بلشت الناس تهتم، وبعتقد أنا بالاتحاد السوفيتي بالخمسينات تأسست جمعية هواة الطوابع وصار في عنده نوع من التنظيم معين، صار يصدروا بطاقات، صار الواحد يقدر ينتسب، صار كل ما ينزل طابع بالاتحاد السوفيتي كان يبعثوا له هني رسالة تفضل اشتري، يعني يعملوا كانت كتير شغلة منظمة هونيك عندهم كتير حبوبة، ما زالت لحديث هلأ بروسيا هالشي. وكل ما تقدم الوقت يعني خلال الستينات والسبعينات والثمانينات توسعت كتير صناعة الطوابع السوفيتية لدرجة انه صار في ناس تتخصص مش يعني بموضوع معين بالطوابع، ما عادت تاخد مثلا طوابع ككل ويلا تجمع عن بجانب، لا صارت تتخصص، في ناس صارت تتخصص بالشخصيات، في ناس صارت تتخصص بالثورة طوابع الثورة السوفيتية، في عندك ناس صارت تتخصص بالفلورا بالفلورا، في ناس صارت تتخصص بالرياضة، لأنه كل سنة تنزل مجموعات كتيرة عن أحداث رياضية حصلت بالعالم بهالسنة، ألعاب أولمبية، بطولة العالم بالفوتبول، الشطرنج، كلها هيدي كانت تؤرخ بالطوابع، وكانت مجموعات كبيرة لدرجة انه مش كل الناس كانت تيجي تقدر تشتغل بكل المجموعات عن بجنب، فمشان هيك كانت تحصر اهتمامها بموضوع معين، رياضة، فلورا، نبات، رجال سياسة،
دول أو تحصر اهتمامها بدول معينة بس. طب اختلفت الطوابع بعد سقوط الاتحاد السوفيتي شيء؟ الاتجاه العام ضل هو زيته. الاتجاه العام ضل هو زيته. بعده هو زيته. إنما اختلفت التسمية بس، بعتقد أنا أكتر من هيك ما تغير شيء يعني. طيب. بس تغير طبعاً، تغيرت هون في بعض المواضيع يعني. قبل الاتحاد يعني أيام الاتحاد السوفيتي على طول كان في طوابع في بمناسبة ذكرى أكتوبر، بمناسبة عيد العمال، بمناسبة كانت طوابع تخلد كمان مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفيتي وكذا. هلا ما عاد في منها هيدي يعني. ليه؟ لأنه تغير الوضع السياسي بالاتحاد السوفيتي، ما عاد في اتحاد سوفيتي، صار في روسيا نظام رأسمالي، صار ما عاد ياخد هالمواضيع هيدي يعني. تغير الوجه السياسي، تغيرت. طيب وانت امتين بدأت عندك هواية جمع الطوابع؟ انا وصغير بلشت كنت جمع طوابع هيك شيء، شوف مثلا على الظروف طوابع شيلها هيك، بلش جمعها، نعب المي شيلها ونشفها وحطها وجمعها. بلشت عندي هالهواية وصارت تنمى معي يعني. ما في ناس كانوا سنة سنتين يزهقوا يكبوا، أنا لا، بالعكس مع الأيام صرت حبها أكتر، صرت جمع أكتر، صار عندي نوع من الحشرية بكل طابع جيبه، هيدا من وين وهيدا من شو، هيدا كيف وشو قيمته. حتى فترة من فترات اشتريت كتالوجات خصوصي لألون، هولي أسعاره كانت غالية، اشتريهم خصوصي لما صارت عند مجموعتي كبيرة، صرت اشتريهم وتابعهم يعني وجمع فيهم هون. طيب شو هي أنواع الطوابع اللي بتحب تحتفظ فيها؟ أنا بشكل عام عندي من كل الأنواع الطوابع، من كل المواضيع. أنا بحب جمع الطوابع بشكل عام، المجموعات الحلوة يلي بتأرخ أكتر شيء يعني. وبعدين أنا عندي مجموعة يعني كبيرة لدرجة أنه بحب كل الطوابع. كم طابع عندك؟ كتير تقريبا يعني بالمئتين ومئتين وشوي ألف. الله يزيدهم خليل. طيب دكتور ميشيل أصابلي، بنشكر مشاركتك معنا. ميرسي. وبنتمنى تشاركنا بحلقة تانية نحكي فيها عن طوابع أكتر. إن شاء الله. شكرا لك. يا уже не нужен снег стену просвет небосвод разрушен. Верю, свет померк, дружбы нашей нет, мир тосклив и скучен. Призрак одиночества влечет меня к себе в хрустальной тишине, улыбаясь мне. Что ж, опять дворце его мне суждено бывать, краски растирать, на холсте писать. Карину, 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 надежд паутину. Карину, 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 души паутину. Кисть послушна пишет нежный лик с серыми глазами. Алый цвет на губах, как крик, всех зовет мечтами. Мерцание теплых красок ожил светлый образ вновь. Прежняя любовь, забытая тобой. Ставлю ближе к свету старый мой мольберт, в последний раз взгляну на милый мне портрет. Карина, 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 надежд паутина. Карина, 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 души паутина.
Карина, надежда утина. Карина, 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 души паутина. Карина, 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 надежда утина. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية التي أعدها الزميل محمد الشريم إلى أغنيتين للمغني الروسي جينيا بيلاوسوف. ولد يفغيني بيلاوسوف المشهور باسم جينيا في 10 من أيلول 1964 في قرية جيخار في مقاطعة خاركوف الأوكرانية. بعد ولادته انتقلت عائلته إلى مدينة كورسك الروسية، حيث درس في مدرسة الرياضيات وانضم كذلك إلى فرقة غنائية. وقد أنهى المهنية الفنية باختصاص فني ميكانيك، كما درس العزف على الباص جيتار في المهنية الموسيقية في كورسك، وتعرض في طفولته لحادث سيارة حيث أصيب بارتجاج حاد في الدماغ. في العام 1980 بدأ العزف في أحد مطاعم كورسك، حيث لفت انتباه مدير فرقة انتجرال باري أليباسوف، وقد دعاه للعمل في فرقته كعازف باص جيتار، وقد استمر بالعمل معه حتى العام 1987. ففي حزيران 1987 وللمرة الأولى شاهد الملايين جينيا بيلاوسوف في البرنامج الصباحي بريد الصباح على القناة الأولى من التلفزيون المركزي ضمن فرقة انتجرال، وقد أدى أغنية القارات البعيدة. بعد ذلك بسنة أصدر أغنيته الشهيرة فتاتي ذات العيون الزرق التي حققت نجاحا كبيرا. وبعد إصداره 7 أغاني تعاقد في نهاية العام 1991 مع مدير جديد هو الموسيقار إيغور مادفينكو، وقد أصدر معه أغنية أيتها الفتاة التي حصدت نجاحا باهرا. في العام 1992 أقام 14 حفلة متوالية في الملعب المركزي في موسكو، وفي العام التالي أصدر أول ألبوم له. في العام 1996 أصدر ألبوماً جديداً، لكنه لم يحقق أي نجاح يذكر، وبدأت المشاكل الصحية تلاحقه، فقد تعرض لالتهاب حاد في البنكرياس، كما تعرض أواخر أذار 1997 لسكتة دماغية بسبب الإصابة التي تعرض لها في طفولته. في أواخر نيسان خضع لعملية جراحية في الدماغ، لكنها لم تنجح، ففارق الحياة مطلع حزيران من العام 1997. في العام 2006 أصدرت القناة الأولى الروسية فيلماً بعنوان الصيف القصير لجينيا بيلاوسوف، عرضت فيه لمسيرته. Тебя всегда, ищу тебя везде. Твой голос и слова ношу весь день в себе. Рука лежит в руке, и пальцы сплетены. С луной наедине кружимся в танцах мы. Еще со мной.
мной ночные облака, луна над головой. Не говори пока, скажи мне о любви. Уходят облака, а ты не уходи. Я целовать тебя готов 100 000 раз. Ночная тишина околдовала нас. Пришла пора любить, забыты все дела. Мы счастье будем пить из наших губ до дна. О чем не мог мечтать, другой не надо мне, другую не хочу. Простое я люблю, одно тебе шепчу. Не говори пока, побудь еще со мной. Ночные облака, луна над головой. Не говори пока, скажи мне о любви. Уходят облака, а ты не говори пока, побудь еще со мной. قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.